جوامع مدينة الرمادي أقامت صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد العاصمة، وصلى الناس لله مبتهلين له ويدعونه تضرعا أن يرحم من قضى نحبه في فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب التي وصل عدد ضحاياها إلى 82 شهيدا وأكثر من 100 جريح. وعز أهالي الرمادي ذوي الضحايا مؤكدين تضامنهم وتعاطفهم معهم، داعين إلى محاسبة المقصرين في مسؤولياتهم والمتورطين في الفساد الذي أدى لتلك الفاجعة. لقينا في وسائل الإعلام نبأ وفاجعة مستشفى ابن الخطيب والتي راح ضحيتها عشرات الضحايا والجرحى، نسأل الله جل وعلا لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان. لا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونطالب الحكومة يعني إنزال أقصى العقوبات بالمقصرين في هذا الأمر، لأن الأمر ليس بفساد مالي أو فساد إداري، إنما هذه أرواح مواطنين أبرياء راحوا ضحية، وأيضا هم يعني مرضى في المستشفى. أين يذهب المريض؟ ماذا يفعل إذا كان المريض في المستشفى ولا يجد الأمان لنفسه؟ أين يذهب المواطن العراقي؟